طبعا الموديل ده بيخش تحت نطاق الموديلات التواليت اللي ممكن تروح بيها بقى كوكتيل او على سنها تقدر تروح بيها مناسبة سهرة او كده. القماش السنة دي اللي في السواهات الحرير ما كانش الاول داخل في السواهات، بس السنة دي داخل اكتر. الموديل ده ما فيهوش اي حاجة ان هو كات، وفي كم كسرة عند الصدر وقصة كده زي السفرة معمول عليها بعض الشغل بالاستراس والمعادن عشان يدي اللمعة دي، ولونه طبعا فضي فمديله شوية شكل سواري. طبعا بيناسب اي جسم لانه من اول فوق لغاية تحت ما فيهوش اي تكسيم ولا اي حاجة تبين اي ديفو في اي جسم.